مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. عيد لانتصارات الرياضة المصرية، ألف مبروك لنادي الزمالك وألف مبروك لنادي الأهلي. طبعا نقدر نقول أن الكرة المصرية في طريقها للعودة للريادة في إفريقيا، وإن شاء الله ده يعود على منتخب مصر في الفترة القادمة. قبل ما ندخل بقى في كواليس حلقتنا النهاردة، برحب بضيفي الجميل الكابتن محمد عفيف الصحفي والمعلق الرياضي في اون سبورت، كروان التعليق في مصر. منور الدنيا يا كابتن محمد. كابتن احمد، سعيد ويشرفني طبعا ان انا اكون موجود مع حضرتك لحلقه جديده ومع جمهورك الكرام اينما كان. طبعا ان شاء الله تبقى حلقه تعجب الجمهور يا كابتن محمد بوجودك معانا بامر الله. اشكرك جدا ونتمنى يا رب باذن الله. طبعا فبراير الابيض ده حال لسان الزملكاويه، اكثر يعني المتفائلين كان يتوقع نتائج مخيبه للامال في ظل تعثر نادي الزمالك في الدوري المحلي، ولكن جاءت يعني نتائج ولا اروع. سوبر افريقي، سوبر مصري، فوز ثاني مره في مباراه الذهاب على نادي الترجي بنفس النتيجه 3-1 طبعا فبراير. النادي الاهلي النهارده بيجي بيختم في شهر فبراير، اخر يوم النهارده في فبراير، ختام ولا اجمل ولا اربع ولا اروع للاهلاويه، ورد الاعتبار مؤقتا لحين مباراه الانتظار لمباراه العوده في جنوب افريقيا، والتقدم 2-0 لعلولو النادي الاهلي. الف مبروك لنادي الاهلي والف مبروك لنادي الزمالك. ناخد فقرتنا النهارده الاولى، وبرضه عشان الزملكاويه ما يزعلوش مننا، لو قدرنا هيبقى معانا وقت مع الكابتن محمد عفيفي هنحلل مباراة الزمالك والترجي. مفيش وقت ان شاء الله، يبقى الحلقة غدا ان شاء الله الساعة 10 هنحلل المباراتين مع بعض. هنبدأ النهاردة بمباراة الاهلي وصن داونز. ايه رأيك في النتيجة عامة الاول كده كابتن محمد؟ 2-0 للنادي الاهلي في مباراة الذهاب، انت شايف النتيجة شكلها ايه؟ اهم شيء في البداية ان احنا ما استقبلناش هدف. طبعا احنا بنتكلم احنا مش كأهلوية، ولكن احنا كممثل للكرة المصرية، وده مهم جدا ان احنا ندعم نادي الزمالك، ندعم نادي الاهلي، غدا المصري وبيراميدز حتى في الكونفدرالية الافريقية لازم نكون وراهم لنتائج ايجابية لتمثيل الكرة المصرية. لكن النادي الاهلي لعب الشوط الاول شوية كان في تسرع في الاداء، تكتيك ما كانش مناسب الأول. بالتاكيد مناسب لفرقه سان داونز، تحديدا شغل الاطراف الكتير جدا بزياده، واحنا ما عندناش او النادي الاهلي ما عندوش لاعبين يجيدوا فن تخليص الكرات مع العرضيات بالشكل المتقن، وده كان موجود في تحديدا في وجود مروان محسن في الشوط الاول. لكن ان انت ما تستقبلش هدف، ده كان عامل مؤثر بالايجاب في وجود تشكيله دفاعيه اكثر من رائعه بافكار ريني فايلر بشكل ممتاز جدا. ده شق انه ما يستقبلش اهداف، ده شق رائع جدا يحط هدفين أروع. نتيجة طبعا، ولكن كنا نتمنى اكتر من كده، كان هناك في فرص يعني كان يقدر الاهلي ركله جزاء في الشوط الاول لم تحتسب اعتقد سليمه 100% في كل اركانها. هنجيلها دلوقتي يا كابتن محمد بالتاكيد عشان هتشرحها لنا بالتفصيل بالظبط، وكمان حاله ركله الجزاء الثانيه التي احتسبت وانجز منها الهدف الثاني، كان من المفترض ان يكون هناك كارت احمر للاعب او مدافع فريق سان داونز، ودي كانت تتاثر برضو بشكل او باخر على تشكيله سان داونز في المباراه القادمه، وفي نفس الوقت ما تبقى كان من وقت المباراه النهارده. في الحقيقه كابتن محمد انا لازم لفت نظرنا كلنا، لازم نشكر جماهير النادي الاهلي التي لم تتوقف ثانيه عن تشجيع النادي الاهلي. نطلع لفيديو دلوقتي نشوف هتافات النادي الاهلي ونرجع تاني مع بعض. بعد ما شفنا اللقطه دي طبعا حاجه تفرح يا كابتن، اشتقنا لها. طبعا اشتقنا لها اكيد. هيبقى في امل للعوده ان شاء الله في الدوري في الدور الثاني ان شاء الله؟ نتمنى، مش هتكون بالعدد الكبير. ايوه. موضوع تذكرتي وانه الناس اللي داخله معروف هويتها تمام بيأثر بالايجاب على عوده الجماهير، لكن في ظل المشاحنات الامن مش هيدي مساحه كبيره انه يبقى في عدد كبير من الجماهير، لو حتى 5000 للانديه الجماهيريه في كل مباراه اعتقد تكون بدايه كويسه جدا، وبرده على الجمهور انه يتحلى بروح التشجيع لفريقك بس. طب ابعد عن اي حاجه ثانيه. اتفق معايا كابتن محمد ان وجود جماهير النادي الزمالك امبارح وخصوصا بعد تقدم نادي الترجي، وجود جماهير النادي الاهلي بالعدد ده فرق مع النادي الاهلي والزمالك بالنسبه لسير احداث المباراه 100%.
اكيد يعني 100% قولا واحدا. وجود الجمهور مهم جدا، الجمهور هو رقم واحد في المباريات اللي زي دي، في ظل ان انت كمان بتواجه انديه عندها جماهير كبيره جدا هتجيلك او انت هتروح لها في رادس كان او في بريتوريا في جنوب افريقيا سواء للزمالك او الاهلي على الترتيب. لا طبعا لازم ان انت كنادي جماهيري بتتاثر، مش هتعامل الجماهير عن طريق السوشيال ميديا بس، ايوه ده بيأثر بالسلب، انت عايز الجمهور وتاثيره المباشر في الملعب اللي لاعب كوره فاهم كويس قوي. صح. حتى لما احنا كمان كمعلقين لما بيكون مباراه صوت البروي او جاي في ودنك او انت قاعد في الملعب في حواليك جمهور، أيوة. انت نفسك بتتاثر بالاجاب في اللي على زي ما بيقول بيطلع افضل ما عندك بالظبط بالظبط، بتادي أيوة. بشكل ايجابي أيوة. وبتبقى في حماس في المباراه وبتدي مستوى فني. جوده اللعب مش بس بتعتمد على ادوات من لاعبين موجودين ومهاراتهم الفرديه اللي بتخدم على الاداء الجماعي والنتيجه او ارضيه ملعب، كمان الجمهور لانه عامل مؤثر في تحسين الصوره، وده يمكن مدي كريدت للدوري الاسباني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي الدوريات الخمسه الكبرى. طيب نروح بقى احداث المباراه. طبعا الاهلي بدا الشوط الاول سلبي جدا. رايك في اداء لاعبي الاهلي، يعني ايه سبب التراجع او سبب التسرع، او يعني ايه وجهه نظرك يا كابتن محمد؟ تحب تقول للجمهور بالظبط الاهلي يختلف تماما عن الشوط الثاني، هو نفس الفرقه يعني هو ما غيرش بين الشوطين؟ بالتاكيد هو ريني فايلر يعني نفس اللي بدا الشوط الاول هو اللي بدا معاه في الشوط الثاني، لكن نوع في التكتيك. نوع يعني انت شايف ان هو غير في تكتيك اللعب 100% في الاستراحه بين الشوطين؟ اولا لعب على عامل سيكولوجي مهم جدا ان هو هدى اللاعبين. تمام. اللعيبه كانت نازله في الشوط الاول فكره التسرع، ايوه هاجس الخمسه، طب انا هجيب بس واحد زي ما كان مباراه العوده بعد الخمسه في بريتوريا في السنه اللي امتى هسجل مثلا واقفه معايا، ايوه اتاخرت الشوط الاول خلص، طب انا هجيب امتى واحد واثنين ضغط الجماهير مش عايز امشي الجماهير مش عايز الناس دي تزعل. بالظبط كده. ده كله عامل مؤثر حتى لو كانوا اللاعبين دول بروفيشنال لاعبين محترفين من درجه عاليه، لكن ما يمنعش انه لما كان في نتيجه سلبيه السنه اللي فاتت اثرت على شكل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الهدف بعد 1-0 انه السنه اللي جايه محتاجين افريقيا وانه تمام. الدوري لازم يجي وحقق لهم الدوري في الاخير حتى في الامطار الاخيره زي ما بيقولوا في مسابقه الدوري السنه اللي فاتت، وده كان رد ولذلك الجماهير مش نسالهم هذا الامر وان كانوا بعاد جدا عن لقب الدوري بمساعده الغير اي مكان الامر يعني في الموسم الماضي. فهذه المباراه تحديدا حصل مشكله في اول 5-6 دقائق انطلاقه من ناحيه احمد فتحي من ناحيه الشمال بالنسبه لفريق سان داونز او من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، ودي تخض ولذلك حسين الشحات اتحجم خطورته كجناح طاير من الناحيه اليمين وبدا يرجع يرد علشان احمد فتحي ما يقدرش يجابه سرعات الاجنحه الخاصه او تحديدا جناح الشمال. سرعه جدا يا كابتن محمد بالتاكيد. لكن احمد فتحي دوره مهم جدا في هذه المباراه لانه الخبره بقى يعني الخبره بتاعته بدنيا يعرف يخلص الكوره بدون ما يرتكب خطا او يحصل على انذار او كارت احمر او ولذلك ما نزلش محمد هاني، مش علشان محمد هاني هو كان العامل السلبي في مباراه خمسه او هذا كان خطا 100%. هو كل مباراه لها ظروفها ولها لاعبتها بالتاكيد طبعا. ولذلك يعني احنا شفنا مثلا في مباراه الهلال السوداني هو استعان بايمن اشرف مفيش مشكله وعلي معلول كان عندك البدلاء كان بره، ايه المشكله؟ فده ما بيقللش من محمد هاني ان يبدا باحمد فتحي بالتاكيد، وخصوصا ان قعد كابتن احمد النهارده ادى اداء ولا اروع ما بعد الهفوه اللي في الشوط الاول دي مع اول 5 دقائق اتعدل، وده شغل المدرب انه بدا يحجم حسين الشحات بس يامن ورا احمد فتحي علشان السرعات ما يبقاش فيه مساحات ان واحد على واحد ممكن يعدي احمد فتحي بسرعه. بدا يتعدل الامر لكن في الشوط الاول استحواذ سلبي بمعنى انه بدا يفتح على الاطراف ويعمل عرضيات وبطء بطء في النقل يا كابتن محمد، هو يعني الهدوء شويه هو بيحاول يحضر بس لما تحضر بسلبيه ويطول الامر زي وادي دجله كده في مصر وده المثال الاشهر يعني يبقى انت مالكش اي وضع على الارض اسمه استحواذ سلبي بالظبط كده استحواذ سلبي ملوش تاثير على الفريق الخصم بشكل مباشر ايوه فرص حقيقيه راح على مرمى في ما بين القائمين والعرض ايوه ما ابتدى الشوط الثاني مرونه التكتيكيه اللي عند ريني فايلر في انه يبدا يلعب من العمق وبدا يدي تعليمات تحديدا لعلي معلول انه كان على طول طاير على الخط بدا يديله تعليمات انه يضم على جوه يكسر يعني ياخد من الطرف المحور ويخش على اللعب ويبدا يشغل جونيور اجاي بشكل مختلف. عملوا جبهه الشوط الثاني جميله جدا رائعه في تفاهم بصراحه ثنائيه رائعه يعني حتى الهدف الاولاني برضو تحس انه شغل ملعوب بين اجاي ومعلول انه يكمل بقى فرود مع الشباك بقى بالتاكيد لانه بدا يتحرك بشكل ايجابي من العمق لانه 4-4-2 بالنسبه لسان داونز ومديرهم الفني موسيماني ده ذكي جدا حد جميل جدا ومحترم فنيا جدا وتصريحاته تخاف منها حلو بس يتاكل على ارض الملعب لو اشتغلت عليه صح ايوه هو بيلعب 4-4-2 مشكله 4-4-2 عنده فجوات في العمق شغل الاطراف هم اعلى مننا في اي عرضيه فمن مش من المستحيلات بس من الصعب جدا ان انت تحط راسي الا لو كان اليو باجي موجود على ارض الملعب. طب ناخد المداخله بعد اذنك يا كابتن محمد. الو كابتن احمد مساء الخير. انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. اهلا اهلا وبرحب بالكابتن محمد عفيفي كروان التعليق في ون سبورت. اهلا بيك اهلا وسهلا.
انا حابب بس اتكلم في نقطه سريعه كده. اولا ببارك للنادي الزمالك امبارح على ألف المباراه مبروك الرائعه اللي طبعا. عملها أيوه والفوز على الترجي، وينتظر مباراه صعبه جدا جدا في رادس، نتمنى التوفيق ليه. وطبعا النادي الاهلي النهارده عمل شوط تاني ولا اروع ولا اروع بجد، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ليه في المباراه الصعبه جدا جدا في جنوب افريقيا ان شاء الله، ربنا يوفق. في حاجه لقطه النهارده جماهير الاهلي عملتها جميله جدا، التيشيرت بتاع في الجنه يا ادهم بجد هو لفته التيشيرت طيبه. ده معايا وهنعرضه في الحلقة، وهناخد رأي الكابتن محمد علي ان شاء الله. بجد يا كابتن احمد بامانه لفته رائعه جدا لفته جدا رائعة، جدا. وانت بقى سابق تفكيرنا، يعني انت اللي احنا بنفكر فيه انت مفكر فيه معانا كمان. استاذنا يا كابتن احمد، حضرتك استاذنا والله، ربنا يخليك، ده استاذ. من ذوقك. وانا سعيد جدا انا معاكم بجد والله، وبرنامج محترم، برنامج ناجح، بالتوفيق دايما ليك يا كابتن احمد وضيوفك الكرام. ما تحرمش من ذوقك، والف مبروك للاهلي والف مبروك للزمالك. الله يبارك فيك يا فندم، وشكرا الله على يبارك المداخله فيك. الجميله دي. الله يخليك. نرجع لكابتننا الجميل كروان التعليق الكابتن محمد عفيفي. هنروح لفايلر واستبعاده لجيرالدو خارج ال 18. يعني انت شايف الدنيا ماشيه ازاي مع الراجل ده؟ يعني هل ده غرور؟ يعني في ناس بتقول لك اصل فايلر مغرور، فايلر عنده بيعاند، عندك صالح جمعه، عندك كهربا، النهارده جرالدو، مع ان جرالدو كان بيستعين بيه في مباراه الزمالك. يعني انت شايف فايلر ده دماغه فيها ايه يا كابتن محمد؟ وممكن المباراه السبت يستعان بيه في التشكيله الاساسيه. انا بستغرب، يعني ما جمهور الاهلي بيسالني، يعني احنا حطينا السؤال ده لسبب، جرالدو ده اساسي معاه الفتره اللي فاتت وبيعتمد عليه، النهارده خارج ال 18. كل الناس النهارده يعني قال لك كهربا له دور النهارده، لقينا كهربا خارج ال 18 ويقال انه في عقوبه في تجميد الله اعلم. طب الراجل ده دماغه فيها ايه بالظبط؟ يعني انت اكيد اقرب في كواليس النادي الاهلي وتقول لنا وتطمن جمهور النادي الاهلي الراجل ده بيفكر ازاي. طيب هو كهربا ما بس عشان نطمن الناس ان ما فيش اي حاجه كبيره تبعده عن التشكيله في الفتره اللي جايه، فقط بعض الامور اداريا داخل النادي الاهلي، ويفضل او يفضل ريني فايلر انه يبعده في هذه الفتره. هو وجيرالدو الاثنين بتاثر سلبي ما بعد مباراه الامارات ابو ظبي، مباراه السوبر المصري والاحداث، وما لانه جيرالدو نقول كهربا ماشي مشكلته معروفه والهتافات الجماهيريه والمشاكل اللي كانت مع لاعبي نادي الزمالك امر صغر شويه او باين صغر عقليه بعض اللاعبين المفروض محترفين وعاليين قوي المفروض ما يتعاملوش بهذا الشكل. ده شق، يعني خلاص نبعد عنه بالنسبه لكهربا وخلاص، وهيرجع في وقت من الاوقات لانه صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، وقد يستعان بيه في مباراه العوده لانه مهم جدا، اللي هنتكلم عنه بقى لو اتكلمنا عن مباراه العوده، لان مباراه العوده ممكن يعني نكسب فيها سكور كمان. هيبقى اخر سؤال معانا ان شاء الله يا كابتن محمد عشان بقى ايه تختمه لنا وشوف لنا طريقه لعب النادي الاهلي ازاي، بس دي تخليها اخر سؤال بالتاكيد. تمام. لكن جيرالدو فنيا هو اكتر لاعب تم لومه على المستوى الفني اللي قدم في مباراه الزمالك في السوبر المصري في الامارات، فعايز يهديه شويه، يبعده عن الضغط شويه في مباراه جماهيريه، لو غلط مره تانية ممكن يتقتل فنيا. تمام. من الجمهور. تمام. وهو ذكي قوي والراجل ده بيحط تروس. ايوه. اي لاعب موجود في ال 18 المختارين او حتى 20 وما اختارش اكتر من 20 لهذه التشكيله، ثم سحب اثنين واختار 18 قبل بدايه المباراه، كلهم جاهزين، واي لاعب على ارض الملعب او على دكه البدلاء تحس ان كله مركز في المباراه، نازل عارف دوره، اليو باجي بينزل تحس ان هو لاعب المباراه من اولها. طب هو فاجئنا النهارده بحاجه جميله قوي، واكتر يعني جمهور الاهلي برضو جالي رسائل كتير في الموضوع ده، يعني بيقول لك ان احنا يا ريت يثبت بقى على كده. استعان النهارده بياسر ابراهيم ومحمود متولي. انت شايف الاثنين دول ما شاء الله في اضافه في خط الدفاع في النادي الاهلي؟ بتاكيد الاثنين شغالين عاليين موجودين، وده اللي كنت بتكلم عنه، فكره انه اي بديل موجود ما بيلعبش في التشكيله الاساسيه دايما في المباريات ينزل تلاقيه شغال. ايوه. تلاقيه حاضر واعي وفاهم وعارف بيعمل ايه في مكانه. تمام. ودايما السردباكات او المدافعين لازم يكونوا رجليهم في الملعب. دول مش رجليهم في الملعب بس بيتمرنوا صح. العامل التدريبي اللي موجود في النادي الاهلي والمباريات الوديه اللي بتحدث فترات اعداد، الراجل مسافر 5 ايام هيكون موجود في جنوب افريقيا عشان ياخد على الاجواء والاكسجين وتوقيت المباراه الساعه 3 العصر. الاثنين دول بس اجتمعوا النهارده في هذه المباراه كسرد باكات او كقلبي دفاع في تشكيله النادي الاهلي، لانه ما كانش ينفع انه يلعب برامي ربيعه او بيلعب بطيء. انت عارف كابتن محمد، حضرتك برضو لو رجعنا بالذاكره شويه، اخر مباراه لعبوها امتى الاثنين مع بعض؟ كانت مباراه الزمالك حقيقي السوبر حقيقي، وبرضه الاثنين خرجوا مصابين. يعني تتذكر حاجه زي كده؟ اتذكر كده، ولكن الاصابه ما كانتش كبيره ورجعوا بالعامل الذهني بقى اللي احنا بنتكلم عنه، فكره انه هيئهم صح، هم ما ارتكبوش اخطاء النادي الاهلي في مباراه الزمالك. لا ما ارتكبوش، ولكن مسيطر اخطاء. ما انا فاهم هو فقط انا بقول عن المباراه اللي كسبوا فيها 3-2
لا كان ياسر ابراهيم ومحمود متولي. ده في مباراه ثانيه اخرى. اول مباراه لفايلر بدا بياسر ومحمود، بس هو ما اقتنعش بعد كده بمحمود متولي فتره كبيره وياسر ابراهيم حتى بتاعت فتره كبيره. النهارده مباراه صعبه وناس يعني انت عارف ان الثلث الهجومي في صن داونز بيتميز بالسرعه. يعني انت ما كنت، وبعدين المكان ده ما ينفعش فيه تغيير. خط الدفاع ده التغيير فيه بحساب، يعني أكيد. مثلا شايف بتلعب برامي ربيعه ومع ياسر او رامي وايمن اشرف. النهارده مباراه صعبه زي دي وانت مش عاوز، زي ما حضرتك قلت في الاول، مش عاوز يدخل فيك هدف بالظبط، فيلعب بياسر ومحمود برضه دي مجازفه. وده لسه كنت قايله، فكره انه السرد باكات او رباعي خط الظهر ما ينفعش يبقى فيهم تغيير كتير. ايوه، لكن هو مجهز اللي بره، هو مجهز ينزل يبقى موجود. هو عارف كويس قوي انه ما يقدرش يلعب برامي ربيعه لان رامي ربيعه ابطا، ممكن يسبب له مشاكل، شده من ورا تعمل له ضربه جزاء او كارت احمر. فلما نزل متولي وابراهيم الاثنين عندهم قدره انه اي عرضيه هتتلعب او تشيب باص، هو دايما صن داونز بيلعب العمق، ما بيلعبش يعني حتى لو متطرفه شويه، الكره الطوليه في العمق او على الارض او ما بتكونش من على يعني قرب الرايه الركنيه، ولا عرضيه زي ما احنا بنعمل كده. أيوة. علي معلول ولا بس هو الميزه عندهم برضو يا كابتن محمد، لفت نظر النهارده ان هو في الثلث الهجومي اما بيلعب لك الكور البينيه بيلعبها مبخته، يعني ما بتبقاش انت كمشاهد متوقع انه هيلعب الكره دي كده، يعني غير لعب النادي الاهلي هو بيدي لك ايحاء انه باسن بيحضر من تحت وبيجمع لعب في اليمين او بيجمع لعب في الشمال وهيلعب العرضيه، سواء اهلي او زمالك بيعمل كده. ميزه فريق صن داونز وانت بتتفرج عليه فجاه من لمسه تلاقي انفراد بالظبط، يعني انت تتفق معايا في دي بالظبط، لانه عنده لاعب حال قفشه عندنا كده او عبد الله سعيد في بيراميدز. ايوه، قفشه في النادي الاهلي وعبد الله سعيد في بيراميدز، عنده كيكانا لاعب صاحب القميص رقم 8. ايوه، الراجل ده اكتر لاعب بيستلم او في مباريات دوري ابطال افريقيا منذ الدور ال 64 حتى نهايه دور المجموعات، هو اكتر لاعب بيقدر يستلم الكوره تحت الضغط في نص ملعب الخصم او الغريم، تمام، وبيطلعها بشكل متقن. ايوه، هو رقم واحد في هذا الشكل. بيشغل مين بقى؟ سيرونو صاحب القميص رقم 10، فلاكازي صاحب القميص رقم 11. تحركاتهم السريعه فيما بين السد وكانت القطع، تحرك بدون كوره. ايوه، وهو عارف كويس قوي هيحطها له امتى، لما يستلم هنا هيحطها له فين. عملها في اول ثانيه في المباراه النهارده كابتن. حقيقي حقيقي، هجمه من الناحيه اليمين لعبها بالعرض، جه اللي هو رقم 8 دخل من ورا ياسر ومحمود، بس الحمد لله بقى جت في ايدين الشناوي، لانه ما بعد ذلك تم التحجيم من ريني فايلر، فكره انه حط له اليو باجي. أيوه، انت استلم كرة زي ما انت عايز بس ما تطلعهاش، طلعها بقى صح بالظبط. أيوه، فكره تحجيم مصادر. أيوه، الخطوره، مفاتيح اللعب اللي كانت موجوده. تمام، كان قليل الحيله النهارده بشكل كبير. المدير الفني بيتسو ماسوماني الحقيقه وهو عانى في هذه المباراه، واعتقد ان يعني في مباراه العوده قد يعاني اكتر لو تسرع هجوميا، وهيبقى لانه لازم عايز يجيب اهداف، هيندم لو لاعب الاهلي مفتوح، هيندم لانه هيبقى في مساحات كبيره جدا ممكن تستغل بشكل كبير. عندنا لغز النهارده في المباراه، نجم كبير بحجم حسين الشحات، جمهور النادي الاهلي منتظر منه الكثير والكثير، عليه علامات استفهام النهارده خصوصا امام الظهير الايسر لنادي صن داونز. إيه انت بتقالي طول المباراه ما تفتكرش غير كوره واحده لحسين الشحات. حقيقي، وحسين الشحات في كتير من المباريات هو بنقول عليه ابس اند داونز، يعني رايح جاي. طب ليه يعني انت شايف يعني الدنيا ليه مش متظبطه مع حسين الشحات؟ بيتاثر يعني ذهنيا حسين في المباريات المضغوطه الكبيره زي مباريات الزمالك، زي مباراه النهارده فيها جماهير كبيره، لا حسين بيتاثر، ولو اتاثر من اي كوره، اي مناوشه من الجماهير او اي زومه كده ولا حاجه من الجماهير على لعبه هو كان عايز يرقص فيها مثلا وما مشيتش معاه، بيتاثر فبينزل بيقل. بيتاثر بس ده لاعب دولي يا كابتن محمد، يعني مثلا مش لسه ناشئ عشان نقول مثلا بيتاثر بالجمهور وضغط المشكله. ما ده راجل بيلعب، ده راجل احترف، خط تجربه احتراف، بيلعب منتخب وناجحه مع العين الاماراتي. لا طبعا كان ناجح جدا، وصيف بطل العالم، الاهلي منتظر منه كتير جدا على فكره. حقيقي هو لاعب مميز جدا ومن كواليتي لاعب في النادي الاهلي، لكن لازم يتعامل في العمل الذهني بشكل افضل من كده. لازم يكبر عن كده. وبرده مش عايز اقول ان هو بس فنيا كان وحش، برده التعليمات من ريني فايلر ان هو يرد في نص الملعب علشان يساعد احمد فتحي، وعنده جانب دفاعي برده للحق بالظبط. يعني دي حجمته شويه اكيد. لكن بياخد قرارات هجوميا لما بيبقى طالع من تحت لفوق. ايوه، بيبقى تحسه متلهج، طب انا هعمل كده ولا انا لو طلعت قدامه وعملت قرارات فرديه ممكن تاثر، فيبقى في ثغره ورا فتترد بهجمه عكسيه. اللاعب بيبقى مشتت بالظبط، ممكن ذهنيا مشتت صحيح. لو لاعب ما بيلعبش كره قدم في الملاعب الكبيره وتقول ده لاعب خماسي مش هيتوه في الملعب الكبير اللي هبته يعني، لكن بالتاكيد ليه الافضل في الفتره اللي جايه. هو انا لسه كنت بقول لحضرتك من طارق حامد، ما بينه وما بين حسين شحات الثبات. الثبات بقى خلاص. ده اللي بيغلي السعر الفريق، ده هو نادي الزمالك بيعتمد عليه النهارده بالظبط. وثباته 5-6 سنين على نفس المستوى وبيعلى صح، في بعض اللاعبين حتى بيقلوا بس بيبقوا عاليين. حسين مع ان الكابتن طارق حامد كورته قليله، ولكن
مع الخبره بقى دوره كبير ايه كورته مش مهمه الكوره بس دوره كمعطل في نص الملعب في نادي الزمالك تعطيل هجمه الغريم دي لوحدها هو كده بيريح كل اللي قدام دوره ايجابي بجد بالتاكيد بالتاكيد كديفندر عالي جدا طبعا. طب بمناسبه بقى رجل المباراه ونسر المباراه مين شايف مين النهارده في النادي الاهلي يلقب برجل المباراه؟ لا جدال هو واحد مين يا كابتن حط هدفين علول طبعا علي معلول هذا الدولي التونسي لاعب كبير الظهير الطائر كبير في النادي الاهلي عصري الاعصر العصري انا دايما بلقبه بكده لانه بيطير انا حتى بقولها يمكن لازمه من لازماتي في التعليق يطير ويسهل حاجات كتير هجوميا ده المعنى الحرفي ايوه للازمه اللي انا بقولها لما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا. طب بمناسبه بقى طبعا انت عارف ان الجمهور غنى لعلول النهارده في الملعب لازم تقول لنا حاجه بقى بصوتك الجميل لعلول لو انت بتعلق النهارده هتعلق على الهدف ده ازاي يا كابتن محمد؟ علي معلول المايسترو السويسري وده لا ده بقى ده ريني فاير علي معلول المايسترو التونسي على ارض الملعب موجود يقود النادي الاهلي للتفوق وده لما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا يحط مطرقه توجع شباك الجنوب افريقيه في هذه المباراه يقرب النادي الاهلي كتير جدا صراحة. الله عليك يا كابتن محمد وانت برضو بتسهل علينا كتير في التحليل بجد الله نشكرك بنكهه محلل الله يخليك ما هو لا هو يعني هو المعلق لازم يكون فاهم جدا ادق التفاصيل ويذاكر كمان في التحكيم وفي التحليل لانه بيوصل ادق التفاصيل خلال المباراه لانه 90% من الناس ما بتتفرجش على الاستوديوهات التحليليه ما بعد المباراه تمام فدوره المباراه فلازم تفهمهم ولو بنبذه بسيطه علشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل على ارض الملعب تمام وتحببهم في المباراه وبالذات مش في كره القدم كمان في رياضات اخرى كتير انت حضرتك شايف ان علي معلول هو رجل المباراه النهارده 100% تمام الشوط الاول كل اللاعبين كانوا سلبيين في التحضير هو اللي كان اكتر واحد بيشتغل ولما خد التعليمات نفذها بحذافيرها في الدخول في العمق مش بس على الطرف والعرضيات وكان ليه مقرد طب نخرج نشوف الجمهور قال له ايه بعد الهدفين اتفضل ماشي يا اميره جاهزه هنا سعدنا علي معلول عندنا هنيئا لك يا كابتن علي معلول حب وعشق جمهور النادي الاهلي لدرجه ان معانا رسائل كتير النهارده كابتن محمد بيقول لك يا ريت علي معلول ياخد الجنسيه المصريه ايه رايك؟ لا 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 يجوز يعني دي الحته دي ما نتكلمش فيها احنا نحبه لكن احنا عندنا مصريين احنا نشيل بلدنا عندنا لعبينا كل حاجه هو على راسنا محمد عبد الشافي حد جميل ما شاء الله وعندنا عبد الله جمعه ولاعبين مش موجودين في الاهلي والزمالك بس محتاجين الخبرات لانه نادي الزمالك بصراحه الباكين يمين وشمال محتاجين دعم نادي الزمالك نادي الزمالك على راسي محمد عبد الشافي وعلى راسي حازم امام الاثنين لو ما دعموش في الصيف نادي الزمالك هيقع وقع كبير طب هل دي طريقه لعب يا كابتن محمد بالنسبه لنا الحته تانية خالص دي طريقه لعب كارتيرون مثلا هو مثلا في نادي الزمالك يعني هو اللي مش ما بيطلبش منهم ادوار هجوميه مثلا في بعض الاحيان لان هو دايما بيعتمد نسبيا انه يامن في نص ملعبه ويعتمد على الهجمه المرتده في ظل انه المحترفين اللي عنده سرعه بيكسب بيه يلعب بيه يعني هو بتقلي يعني بدا يدرس فريق الترجي كسبوا مباراتين بنفس الاداء وهو ذكي افريقيا كمان هو متشبع افريقيا أيوه. بطل سوبر ودوري ابطال وتخصص ترجي بالتاكيد بالتاكيد سواء في السوبر الافريقي او في مباراه الذهاب نروح للاعب اخر النهارده ونال اعجاب اللي يعني كل اللي تابع المباراه النهارده اجاي بيستلم تحت ضغط واسست النهارده لعلي معلول ولا اروع ايه رايك في اداء اجاي النهارده ثبت منذ الموسم الثاني على او تحديدا هنتكلم ما بعد وجود ريني فايلر في مطلع هذا الموسم عادي اكتشافه بيطور اداء اللاعبين طور اداء اللاعبين كسر تمام. وحتى ثقته في مروان محسن اديته ثقه بزياده على فكره مروان النهارده انا اكتر من مره بقول ان مروان مش من الكواليتي اللي يلعب في النادي الاهلي لكن مروان النهارده في الشوط الاول عمل حاله ارهاق للسرد باكات فعلا تحركات بيضغط كتير هو في التحليل اللي بنشوفه بره او انا بعمله مع ناس بره مصر يعني حتى بسافر او كده فكره انه في فعاليه وفي معدل معدل ده معدل الاهداف وان انت بتحاول محاولات على المرمى قد ايه تمام الفعاليه انه تحركاتك دي من الفعاليه فانت بتخدم على غيرك لما سرد باكات يرهقوا في الشوط الاول او يرهقوا الثنائي بالمسندب عشان الناس ما تزعلش مننا وبعدين ينزل لهم العملاق فايلر. الدبابه بادجي السنغاليه بالتاكيد اليو بادجي ياكلهم ويلبسهم ركله جزاء وبتاع هو ده الكلام هو بادجي النهارده اقنع جمهور النادي الاهلي
وفي كل مره بينزل بيقنع جمهور النادي الاهلي بغض النظر عن ركله جزاء اللي اضاعها في السوبر. دايما بينزل ياخد وقت قليل. ومباراه بيراميدز خير دليل. صح. إيه طبعا عندنا لاعب تاني النهارده الروح بقى والعزيمه والاصرار كابتن احمد فتحي. طبعا مهما كبر كل ما يكبر يحلى. ايوه. ويزيد فنيات وبدنيا احلى واحلى لانه النادي الاهلي عنده معدل بدني محترم. لو انت له لقطه بس هي مش معانا دلوقتي لحظه تقدم علي معلول ضربه الجزاء. انت شفت جاب الولد اللي هو المدافع الباك الشمال لنادي الترجي وعايز يكمل مع علي معلول، يعني لا قدر الله لو كره مثلا ردت هو هيكمل. دفعه دفعه غريبه جدا بتاع سان داونز. لان هو هما الاثنين كانوا لا هو الاثنين كانوا واقفين على حدود منطقه الجزاء. ايوه. فالاثنين هو طبعا هو عايز عشان هو يعمل الفولو. لو اتصدد يقدر ان هو يدخل ويسددها. دي انا لقيت لاعب سان داونز في الارض حقيقي. لا احمد فتحي انا بنلغي عامل السن ليه؟ لانه في مدرب حراس مرمى محترم جدا احنا ما بنتكلمش عنه عشان هو مش مصري في النادي الاهلي، ومدرب احمال رائع جدا برضه. أيوة. من الاجانب الجايين مع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يا كابتن محمد. طبعا لاعب زي احمد فتحي في هذا السن وبيقدم هذا المستوى الفني، معدل سرعات ومعدل بدني عالي جدا بجد. قائد على ارض الملعب، دوره مهم، ويغيب ويرجع ينزل افضل من مكان. هو احمد فتحي. ايوه فعلا. وما اعتقدش ان المنتخب الوطني اللي عايز يتاهل بعد الخسائر فيه مع يعني الكابتن حسام البدري في تصفيات التعادل مع جزر القمر وكينيا، اعتقد ان لازم يكون موجود في الفتره الجايه حتى لو كان سنه كبير. ايوه. نروح برضو اللاعب اخر محمود متولي، ويعني هو استحق يعني بطاقه صفراء النهارده في نص الملعب، ولكن تكتيكيا وبالخبره انا بشيد بيه في اللقطه دي. هو خد كارت النهارده في العرقله اللي كانت في نص الملعب، كانت هجمه مرتده، قدر يضغط على المهاجم وخد فاول. يعني هل كان ممكن يستحق كارت احمر للتهور ولا هي عقوبتها كارت اصفر؟ اعتقد انه حكم المباراه شافها انها ما تستحقش اكتر من انذار. لانه الراجل ما كانش رايح مباشر على المرمى. تمام. ومش فرصه واعده، لكن فيها خطوره يا كابتن محمد. يعني كان فيها خطوره لكن بعيد شويه، يعني كان ممكن السيرد باك الثاني يقدر يغطي عليه. في يعني لازم الحاله تكون كامله في الاركان. هي في نص ملعب صن داونز الحقيقه، يعني ما كانش نص ملعب النادي الاهلي. كان من بعيد جدا وكان صعب انها تحتسب، الا لو كان هو اخر لاعب ورايح على المرمى الراجل واعاقه كان ممكن يبقى فيها كارت احمر. وده طب ده تهور من الكابتن محمود متولي؟ هو كان عايز ينقذ موقف. بينقذ موقف بالخبره بقى. يعني ان انا اجيب فاول في الوقت ده. انا اقول لك لو خد كارت احمر بس ما يخشش في الاهلي هدف. أأمن. في حاله في كاس العالم 2010 لو حضرتك تفتكر. ايوه. بتاع سواريز. وان هو طرد امام اتذكر المنتخب. ان انا بضحي بنفسي ولكن بالظبط ما يبقاش على حساب الفريق. بس أأمن ان انت تستقبل هدف ممكن يعملك مشكله ويضيع الفريق. انا هتعوض بغيري في المباراه الجايه. لكن النهارده فايلر كان بيلعب على النقطه دي. يعني اغلب جمهور النادي الاهلي اللي مش واخد باله هو فايلر نازل مهاجم وعاوز يحرز بدل الهدف 2 و3، ولكن كان يعني هدفه الاساسي ما يدخلش مرمى هدف 100%. وده اللي حصل. وده مهم جدا على فكره. ولذلك كان الشوط الاول دفاعين النادي الاهلي كويس، هجومين كان متسرع. لما بدا ياخد الثقه ويهدي اللعيبه اللعيبه ما كانتش هاديه بالمره في الشوط الاول خالص فعلا. وكانت متذكره زي ما قلت لحضرتك فكره انه هاجس الخمسه. هو مش طار ولا حاجه. فكره هزيمه زي ايه هزيمه؟ السيتي بيتزم الخمسه، برشلونه او اي فريق كبير بيتزم الخمسه. تمام. بس احنا عندنا في مصر اللود بتاع الجماهير عالي شويه. لما قدر ان هو يهديهم ويلعبوا لعبكم خلاص. بس نوع نفذ وعنده الادوات اللي تنفذ، وعلي معلول كان من اهمهم، وجونيور اجاييه وبالتاكيد وليد سليمان لما نزل، اليو باجي لما نزل، الاضافات اللي اتحطت لا تغييرات ولا اروع بجد 100%. تغييرات النهارده الثلاثه يعني تحس ان يعني مدير فني واقف بره مش واقف لا مبالاه، يعني راجل عارف نقط الضعف عنده فين هيريح. يعني قفشه النهارده برده بدنيا تحس انه واقع شويه. قفشه ما يقدرش يكمل اكتر من 75 دقيقه 100%. ولذلك نزل مكانه احمد الشيخ النهارده في الدقيقه 80. تحس ان فايلر تغييراته واقعيه يعني طبعا. يعني مش مجرد ان انا بشيل مثلا فيرود وبحط فيرود، لا يعني هو صح. عارف ده وقته امتى، ده يلعب وقت مثلا ربع ساعه في الشوط الثاني خلاص كفايه عليه كده، لازم يغير، ما يقدرش يكمل في الملعب. امتى يجمع وليد سليمان بمحمد مجدي؟ عملها النهارده وعملها اكتر من مره بس على الهادي. ايوه. بالراحه علشان يجرب وفقا للمستوى الغريم اللي قدامك. صح. النهارده عملها بس عمل زي ما بنقول في عالم كره اليد كده خلخله للدفاع. هم مش عارفين، مش عارف انت جاي منين. طب انت عندك اتنين صناع العاب. انا همسك مين؟ ايوه. ولما ميل قفشه شويه ناحيه اليمين هرحله مره ثانيه ناحيه الشمال، وبعد كده نزل احمد شيخ علشان ياخد الجنب. أيوة. اللي هو كان بتاع حسين الشحات في البدايه بالظبط على عدلته على شمال. أيوة. هو عايز يطور الاداء الهجومي. ايوه. وكان ليه مقارات وفعلا عملها كويس. يعني انا شايف انه عملها يا احمد الشيخ لما نزل ما شاء الله، اهو تحس انه عايز برضه.
ترس جوه تروس موجوده بره. أيوة. موجوده جوه بيكمل. بتنزل تكمل. صح. مش بتعمل حاله خلخله او كسور او مطب هنا موجود. احنا ما عندناش بديل على ارض الملعب. أيوة. موجود على البنش غيره. لا الامر دلوقتي بقى في النادي الاهلي تقيل قوي. عنده سيجنتشر اللي بيقول لك توقيع كده النادي الاهلي. أيوة. اسلوبه هو هيلعب في اي وقت. أوه. تقدر يقدر يسجل بغض النظر عن مباراه السوبر ومباراه اللي هي مباراه كاس دي ليها عامل ذهني وعامل في بدني. في هدف مختلف. ملغي برضو يعني انا بثبت كلام حضرتك يا كابتن محمد. في هدف ملغي لمروان محسن هو تسلل. لا تسلل ولكن جمله محفوظه اخر نسبيا دي السيئه الوحيده بتاعت جونيور اجاي في يعني اجاي اتاخر لحظه ما رفعش عينه ما رفعش عينه ولكن دي جمله محفوظه النادي الاهلي بيعملها. طبعا كل الشغل اللي بيعمله النادي الاهلي ريني فايلر. ايوه مش هنقول حاجه باي لك او من اللاعبين. لا في شغل وفي تدريب عليها يعني ما شاء الله. هو بصماته قدر يعني احنا كجمهور قدرنا نقول ان فايلر اضاف للنادي الاهلي ويدل على انها رسمات تكتيكيه. أيوة. فكره العمق دي اول كره اتعملت من العمق بس ما قراهاش المدير الفني موسيماني. موسيماني اول كره اتعملت بينت النادي الاهلي خلاص هيلعب من العمق وهيسيب الاطراف وده اللي حصل وجي منها الهدفين او الهدف وركله الجزاء. ايوه لكن ما قراهوش ومدير الفني ذكي ان يجيب نتيجه كبيره حتى لو في شوط واحد. فعلا وحتى لو الشوط الاولاني سلبي انت تعرف ولكن عدل في الشوط الثاني. بالظبط. والادوات اللي موجوده عنده طبعا. طبعا انت عارف يا كابتن محمد ان الكره والجماهير برنامجنا بيعشق الجماهير. طبعا. وبنستنى اي حاجه من الجمهور يعملها وبنعلق عليها. نطلع مع بعض نشوف لفته ولا اروع. جماهير الاهلي بترفع تيشيرت عليه ادهم الكيكي في الجنه يا ادهم وربنا يرحمك. ربنا يرحمك. نشوفها كده مع بعض. الصوره معانا اهي. بالتاكيد ده هو جمهور النادي الاهلي. هو ده الجمهور الراقي والذواق اللي احنا بنستناه وبنتمناه. أيوة. في كل المباريات بعيدا عن الهتافات ونتمنى ان اللعيبه كمان تكون هاديه. اللعيبه لو هاديه الجمهور هيبقى كويس جدا معاها. اكيد ويسقف لها حتى لو جمهور الاهلي سقف للاعيبه الزمالك. ايه المشكله؟ النجوم الكبار دول المفروض شيكابالا يروح الجمهور ينادي بتاع الاهلي علشان يسقف له. ما هو شيكابالا النهارده هو اللي حط نفسه في الورطه دي. يعني من امن العقاب اساء الادب. للاسف. عملها امبارح بعد انت يا راجل غالب الترجي للمره الثانيه على ارضك. ثلاث اهداف مقابل هدف وانت نزلت الشوط الثاني والناس فرحانه. وعلى فكره انا شايف مكسب الزمالك ده من الجمهور 100%. الجمهور بجد امبارح انت واقف مع الفريق وهو خسران 1-0. صحيح. لحد ما تعادل في جمهور مثلا يبدا يزوم. يبدا يوتر لعيبته. لا صح. جمهور الزمالك واقف معاك لاخر دقيقه. صح. طب انت النهارده فرحان يا كابتن شيكابالا. انت كابتن فريق. انت اخرك في الملعب سنتين. طب ما تشوف البنت الجميله النهارده اللي كانت لابسه تيشيرت نادي الزمالك ومعاها علم النادي الاهلي وقاعده في المدرج. بالظبط. طب ما تتعلم من دي يا كابتن. صحيح. الموضوع بسيط يعني بس انا مش عارف هو بيعمل ليه كده. المفروض دول اللعيبه دي اللي بتبقى ما بعد الاحداث دي كلها بيروحوا يقعدوا مع بعض ويتعشوا مع بعض وانا عارفهم شخصيا. وبعدين بقى في حاجه برضه يا كابتن محمد لازم برضه نوجه رساله للكابتن شيكابالا. انت كنت في يوم من الايام ماضي للنادي الاهلي ولا انت هتتاجر بقى في فانيله نادي الزمالك؟ انت مضيت يعني للنادي الاهلي. ده واقع وده حصل ايام الكابتن مجلس اداره الكابتن حسن حمدي. طب انت النهارده بقى يعني انت بتاخد لقطه على حساب مين؟ وبعدين انت النهارده كنت لسه ناشئ. النهارده انت بقيت كابتن نادي الزمالك. اي رد فعل محسوب عليك 100%. يعني سيب الكلام ده مثلا لولد صغير في السن لسه فرحان بالجمهور. ده المفروض هو يبقى قدوه للولد الصغير اللي ما يعملش كده مثلا. يعني فانا مش عارف هو 100%. دماغه فيها ايه الكابتن شيكابالا؟ ما كانش له لازمه ما بعد الفوز في السوبر انه يعمل كل الحاجات دي سواء هو او عبد الله جمعه. حاله ما كانش ليها اي لازمه بالمره. لا وبعدين انت بتدي فرصه بقى في جدل النهارده في الزملكاويه. يعني ممكن يزعلوا من كلامنا دلوقتي يقول لك اصل انت متحامل على شيكابالا. احنا مش متحاملين على شيكابالا. اصل انت ما تقدرش تعاقب جمهور. طب ما انت فرد. الفرد لو التزم سلوكيا هم اول ناس هينادوا لشيكابالا 100%. واول ناس هيرحبوا بشيكابالا. طب النهارده ابو تريكا اخطا مره ولم يعود لذلك مره ثانيه واعتذر. خلاص واعتذر. النهارده جمهور الزمالك بيقابله ما شاء الله يمكن معاه في كل تويته بينزلها تلاقي الزملكاويه اكثر ناس. انا شفت الحلقه بتاع حضرتك المره اللي فاتت حضرتك اذعت بعض الصور وكده. أيوه. شيكابالا لو ثاني يوم ما
ورجع مصر اعتذر بس. اعتذر والله الدنيا كانت هتبقى هاديه. جمهور مصر جمهور طيب هو بس خدوا يعني الحماس شويه ويقول انا اسف وخلاص خلاص انتهى الموضوع. هو عايز يروح المنتخب علشان يبقى يظهر في ايامه الاخيره بالملاعب خلاص اسف ما عادش خلاص هو 34 عام يا كابتن يعني بالظبط. بغض النظر عن السن احنا قلنا في احمد فتحي في النادي الاهلي طالما معد بدنيا فتمشي الامور. روجر فيدرر في التنس 38 سنه وراجل 20 جراند سلام مثلا يعني العمليه دلوقتي ما بقتش بالسن قوي. قبل مباراه القمه الاخيره انا جالي وده كان مصدر خاص وما حبيتش ان انا اعلن حتى على الفيسبوك او اي حاجه انه لا المباراه هتتلعب ومش هتتلعب قال لي كده. فانا فهمت الموضوع. ناس كتير زعلت مني وقالت لا انت بتقول لا هو بس الفكره انه الزمالك فعلا ما كانش يقدر يلعب قبل مباراه الترجي مباراه للقمه مره تانية لانه الاهلي لو كان كسبها كان هياخد الكريدت كله وانا قلت الكلام ده وهيتنسي اتنين سوبر فضلا عن انه الذهن بتاع اللاعبين ما يستحملش ده سبب ضغط. عدم لعب مباراه السوبر ده من الاسباب مباراه الدوري من الاسباب من الاسباب من الاسباب وخسر 6 نقاط 3 نقاط المباراه 3 نقاط في اخر الموسم ما كانش ليهم اي لازمه بالمره كان لازم يلعب نادي الزمالك ممكن يتعبوه ما يحصلش على المركز الثاني يا كابتن محمد هو رابع وبينافس على مشاركه افريقيه في الموسم القادم نتمنى ان هو ينافس على دوري ابطال افريقيا يا رب يبقى الاهلي والزمالك موجودين في الفاينل واي منهم يفوز المهم الكره المصريه تبقى هي في الصداره للانديه طبعا تمام إيه عندنا لقطه رائعه برضو إيه النهارده اجاي شفت النهارده وبياخد ايد الحارس المرمى بتاع سان داونز في اصابه مع مروان محسن هو اللي راح له وقفه هي دي الروح بقى اللي احنا محتاجينها من لعيبه في الملعب يا كابتن محمد أكيد. ايه رايك لا لا دي حاجات طبيعيه وبديهيه ولازم تبقى موجوده على ارض الملعب الحارس اونيانجو ده حارس اوغندا شفناه في امم افريقيا لاعب منتخبنا الوطني وشال 3 اعتقد من مصر منهم هدفين لمحمد صلاح حارس تقيل ومن اهم او من عناصر القوه المؤثره لفريق سان داونز في السنتين الاخيرتين هو يظهر بالمظهر اللائق على مستوى الانديه سنه كبير يا كابتن سنه كبير ووزنه تقيل او وزنه زياده شويه ما عجبنيش عن مكان الحال في السنه اللي فاتت بس هو تحركاته في الكور العرضيه بيطلع خبره هو خبره خبره وجسمه بيقدر ان هو يطلع مع العرضيات فعلا يتعامل بدنيا بشكل قوي معاه كويس معاه كمان سردباكات تقال جدا ما بيدوش فرصه للعرضيات ولذلك ريني فايرل كان عنده مرونه تكتيكيه في كيفيه التعامل مع هذه المباراه وده كلمنا فيه فكره العمق كان الخوف النهارده على النادي الاهلي يا كابتن محمد ان نادي سان داونز ده جميع مبارياته اللي متابع النادي فريق سان داونز هو بيتميز بالاستحواذ والتمريرات الكتير يعني مثلا النهارده الاهلي عمل 576 تمريره هو عمل 316 نسبه الاستحواذ 70 للاهلي 30 لسان داونز ده نجاح لفايلر 25 محاوله على المرمى 4 فقط لفريق سان داونز 4 محاولات لسان داونز في المباراه ككل المباراه 90 دقيقه في المباراه ككل منهم واحده على المرمى اتذكر مباشره يعني في منطقه من العرض الاهلي كان ليه 5 منهم في هدف غير ركله جزاء طبعا كانت بره الموضوع لكن المحاولات النادي الاهلي استحواذ النادي الاهلي هو اكتر فريق استحواذا في البطوله منذ دور ال64 حتى نهايه دور المجموعات حتى الان حتى ما بعد هذه المباراه حتى مباراه النجم الساحلي في تونس 100% كان الاهلي استحواذ اكتر طبعا لولا الطرد لكان النتيجه مغيره تماما عن ال 0-1 ده بيرجع للمدير الفني يا كابتن محمد ولا بيرجع لخبرات اللعيبه المدير الفني بيمزج مع بيستغل خبرات اللعيبه ما هو لا خبرات اللعيبه لوحدها تنفع ولا المدير الفني بافكاره ممكن المدير الفني ده يحجم اللعيبه ما يقدروش يطلعوا لعندهم تمام او لعيبه تعمل حاجات بره افكار المدير الفني فيتضارب الموقف فتلاقي هرجله تكتيكيه على ارض الملعب لازم يكون هو ذكي شخصيه ده اللي عمله مانويل جوزيه ده اللي عمله ريني فايلر فكره انه انا عندي شخصيه اعرف اسيطر على اللاعبين وانفذ اسلوب معين ويبقى عندي استراتيجيه او سيجنتشر او بصمه كده انا بس انا النادي الاهلي انا دي هويتي واعرف اجيب جول في اي وقت نروح بقى لتصريح انا قلت لك ان موسيماني المدير الفني لسان داونز تصريحاته غريبه جدا هو راجل واقعي خلي بالك بيقول لك الاهلي لديه مدرب كبير لو وضع سيرته الذاتيه على الطاوله ساضع سيرتي الذاتيه تحت الطاوله تقول له هي لو ما قراش كويس عن السيره الذاتيه بتاعت لانه فايلر سيرته الذاتيه في الاداره الفنيه لا مش كبيره عشان بس نبقى واقعيين هو يعني مجامل شويه انا عارف المدير الفني لسان داونز او يعني مثلا هي بتبقى ذكاء منه على فكره اكيد يعني لا ذكاء تصريح ذكي يرمي له ثقه زياده شويه ايوه فلو المدير الفني بتاع الاهلي خفيف ايوه يتغر ما هو بيعتمد ويعتمد في المباراه الخامسه لو حضرتك فاكر هو برضو مجد في النادي الاهلي فخم النادي الاهلي ادالهم حق ان انتوا جايين تكسبوا لا بس هو قبل المباراه حاجه وما ما حدث في المباراه حاجه ثانيه لانه كان هو عارف كويس قوي ان المباراه صعبه النادي الاهلي مهما اتفخم فيه هو كبير يعني انا فاهم زيه زي الزمالك طبعا بس في مدير فني بياخد التصريحات دي يعني يقول ايه بقى ايه
بدل ما يبقى الاهلي شرس خلاص يعني انا خلاص اديت لهم حقهم فهيحترموني فهيأدوا اداء على يعني على القد. لا الانديه الكبيره تعرف تفصل. ايه؟ الانديه الكبيره تعرف تفصل. يعني ان شاء الله مباراه مش هتحصل تاني بامر الله. لا مباراه الخمسه طبعاً. والاهلي خلي بالك هو بعد مباراه خمسه غلبوا مرتين 1-0 هدف وليد ازارو والنهارده 2-0 علي معلول. بالتاكيد انا يمكن قلت قبل القرعه بيوم كنت موجود هنا في القناه وقلت انه الانسب للنادي الاهلي هو سان داونز. اكتر فريق نقدر لو كسبناه هنا نتعامل معاه على ارضه في ارضيه ملعب جودتها كويسه في ومفيش عصبيه في الجمهور يا كابتن. بالظبط تفرق وفريق عنده لعيبه كوره فتعرف تحجمهم صح. ايوه مش فريق انت ما تعرفلوش هو فريق بيلعب كوره 100% بجد. والفرق اللي بتلعب كوره تعرف تتعامل معاها صح تتعامل معاها كويس لما تخطط لها صح تدرسها صح تعرف تتعامل معاها. فريق الغامض زي مباراه الهلال السوداني كانت صعبه جدا على الاهلي في السودان لانه الهلال غامض. ما هو غامض انت مش عارف بيلعب ازاي. بالظبط ايوه بالظبط وكرات انت هرجله وممكن يجيب كوره عاليه طول الوقت بيلعب طول ال 90 دقيقه كانوا بيلعب مركز شباب يعني كوره عاليه طول الوقت 100% غير جوده الملعب غير الاضاءه غير جماهير الجمهور المتحمس يعني برضو يعني لا صن داونز اجواء غير لا اكيد لعب كوره بقى بجد يعني انت بتيجي صحيح. النهارده بتنزل ملعب على فكره ملاعب جنوب افريقيا حاجه منذ رائعة. استقبال كاس العالم 2010 النسخه الوحيده على الاراضي الافريقيه يعني. جمهور يعلم ثقافه المكسب والخساره صحيح يعني ممكن النهارده جمهور صن داونز لو الاهلي عمل نتيجه ايجابيه جمهور يقابله كويس صحيح مش زي عندنا هنا في شمال افريقيا حقيقي. أنا هنزل هكسب انا حلو وحش انا لازم اكسب اعيب فقط على الاتحاد الافريقي ايوه انه اختار توقيت ثلاث مباريات او تحديد مبارتين في الساعه 3 العصر ايوه تسويقيا وقع ثلاثه دي هتبقى عقبه للنادي عقبه للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي المفروض يتاقلم انت في افريقيا العب الكبير يشيل التقيل ايوه انا ده مبدا 2-0 نتيجه كويسه ما دخلش فيك اهداف بس خلي بالك محتاجه شغل ايوه لانه 2-0 سان داونز بيعرف يكسب على ارضه لا هي مش مطمئنه حقيقي ايوه في فريق لعبوا نادي المصري وخرج من دور 32 او أيوة. من دور ال 64 دور 32 تاني أيوة. يعني في الكونفدراليه فريق اسمه كوتي دي اور من سيش انا علقت المباراه دي على فكره لاون سبورت التلفزيون يعني كوتي اور دوت شال من سان داونز 11-1 فما نستهونش 11-1 في دور ال 32 لا الاهلي بقى الاهلي غير بس ده يدل على انه الفريق ده بيعرف يجيب اهداف في ملعبه. طيب انت توقعك لمباراه العوده ايه يا كابتن محمد؟ هل مطمئن وايه اللي يحتاجه الاهلي للفوز في المباراه دي؟ نتيجه النهارده نسبيا تطمن نسبيا 2-0 نتيجه متامنه لكن مش هي دي النتيجه اللي احنا نروح واحنا حاطين رجل على رجل ابدا والزمالك أسوأ كمان مع الترجي لانه دخل فيه هدف ده يعمله صداع هيتعبه صداع أيوة. صداع الهدف في مرماك ده صداع. انت شايف ان لو الزمالك قدر يحرز هدف في مباراه الترجي والاهلي قدر يحرز هدف في مباراه سان داونز قتلوا المباراه بالبلدي يعني خلاص يعني طبعا كده ضمننا الصعود طبعا توقيت الهدف هل طبعا يعني هل النهارده كارتنون في الزمالك وفايلر في نادي الاهلي هيلعبوا ان هم يحرزوا اهداف ولا هيامن دفاعيا طول ال 90 دقيقه؟ اول حاجه تامين الدفاعي وتحجيم نص الملعب تمام. يسيطر يجمد المباراه يطول يعدي الشوط الاول على الاقل متعادل اللي هو اللعب الشمالي الافريقي بقى مش ان هو اللعب التجاري يعني نسبيا بس التجاري ده ممكن ياخدك لحته انت الفريق اللي قدامك يجرك لاسلوبه. انا وجهه نظري برضو يا كابتن محمد الهدف الاول تاخيره في صالح الاهلي وفي صالح الزمالك. هو المفروض ما يبقاش فيه هدف هو المفروض يعني ناخر اي حاجه طبعا يا ريت بس لحظه يعني المباراه بالنسبه لي هتبدا من وجود هدف حقيقي هي بس يحيي يعني الامال من جديد للترجي ولسان داونز 100% وهم هيلعبوا على كده الذكاء بقى في ان انت تدرس لما هم بيتاخروا في مبارياتهم التعامل بيبقى ماشي ازاي أيوة. في رده الفعل في العوده هم بيهاجموا ازاي بيفتحوا ازاي علشان تقدر تستغل مثل هذه الثغرات تمام. لكن في العموم نتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك وللمصري بورسعيدي في الكونفدراليه ولبيراميدز باذن الله ان شاء الله. نورتنا يا كابتن محمد والوقت معاك بيعدي بسرعه كان لسه معانا ملفات كتير هنفتحها مع حضرتك ولكن حضرتك التتر خلاص طلع ووقتنا انتهى وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه الاسبوع القادم يوم السبت كره والجماهير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.